אמא! מה יש לך, מאמי? מאמי! إذا كنت مهتما بأحداث ما حول العالم تابعنا ليصلك جديدنا كل يوم وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة. اقتحام حركة حماس الحدود الإسرائيلية. تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فلسطينية وإسرائيلية مقاطع توثق دخول مجموعة من قوات تابعة للجناح العسكري لحركة حماس إلى حدود غزة بمركباتهم، كما ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان له أن جيش الدفاع الإسرائيلي يعلن حالة التأهب للحرب. ففي الساعة الأخيرة بدأ إطلاق كثيف للصواريخ من غزة على الأراضي الإسرائيلية وتغلغل المجاهدين داخل الأراضي الإسرائيلية في عدد من المواقع المختلفة، كما وثقت المشاهد لحظة دخول أحد المظلين تجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، ومشاهد أخرى لمركبات معززة بالجنود تابعين لحركة حماس داخل المستوطنات الإسرائيلية. كما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت بدء مهاجمته لأهداف تابعة لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك ردا على عملية طوفان الأقصى التي شنتها الحركة ضد إسرائيل. كما أضاف الجيش الإسرائيلي في بيان له أن الدفاع الإسرائيلي يقوم الآن بمهاجمة أهداف لمنظمة حماس في قطاع غزة، منوهة بأن حماس هي صاحبة السيادة في قطاع غزة وهي التي تقف وراء هذا الهجوم كما تقول، وستتحمل نتائجه.